السلام عليكم، معاكم دكتورة رانيا الصياد. ان شاء الله النهارده هنتكلم على بعض اسئله الام سي كيوز او المالتيبل تشويس كويشنز في موضوع المسلز في ماستيكيشن وموضوع السليفري جلاندز. ماستيكيشن الاول، المسلز اوف ماستيكيشن هم مين؟ هم المسيتر والتيمبوراليس واللاترال تيروجويد والميديال تيروجويد. فور مسلز اوف ماستيكيشن، عايزين نعرف الاوريجين والانسيرشن والنيرف سبلاي والاكشن. الاوريجين بتاع المسيتر نحفظ كلمه واحده زي جوماتيك اورش، اوكي. الانسيرشن بتاعتها في الاوتر سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا مندبل. طيب الاكشن عشان ما ننساش، كل المسلز بتاعه الماستيكيشن بتاخد اوريجين من ليفل اباف او اعلى من الانسيرشن بتاعتها، يعني واخده اوريجين من فوق وعامله انسيرشن تحت، فده بيخليها تشد المندبل لفوق، يعني بتعمل كلوجر للماوس او اليفيشن اوف ذا مندبل. يبقى كل المسلز اوف ماستيكيشن ما عدا واحده بس هنقولها دلوقتي، بتعمل واخده اوريجين من ليفل اعلى من الليفل بتاع الانسيرشن. يعني هنا مثلا دي لو حطينا ايدينا على الزيجوماتيك ارش وحطينا ايدينا على المندبل الانجل او الريموس بتاع المندبل، هنلاقي الزيجوماتيك ارش اباف ذا ليفل اوف ذا ريموس اوف ذا مندبل او الانجل بتاعتها. عشان كده الاكشن بتاعتها بتعمل اليفيشن اوف ذا مندبل، اليفيشن يعني بتقفل، تعمل كلوجر اوف ذا ماوس. ما عدا واحده وهقولها دلوقتي. طيب الحاجه الثانيه، الحركه الثانيه اللي على المندبل هي حركه بتاعه البروتراكشن. البروتراكشن يعني بتشد المندبل على قدام، بتشد المندبل على قدام. طيب المسلز برضو بتاعه الماستيكيشن كلهم الاورجن بتاعتهم انتيريور للانسيرشن، يعني برضو لو حطينا ايدينا على الزيجوماتيك اورش وايدينا على الريمس اوف ذا مندبل، هنلاقي الريمس او الانجل اوف ذا مندبل بيهايند، يعني ورا ورا بوستيريور تو ذا زيجوماتيك اورش. فلما نيجي نشد المندبل على الزيجوماتيك ارش هنلاقيها بتشد مندبل لقدام، فبتعمل بروتراكشن بروتراكشن بروتراكشن. يبقى المسيتر بتعمل اليفيشن اند بروتراكشن اوف ذا مندبل، وكل المسلز اوف ماستيكيشن زي ما قلنا بتعمل اليفيشن ما عدا واحده بس هقولها، وكلهم بيعملوا بروتراكشن ما عدا واحده بس برضو هنشوفها مع بعض. النيرف سبلاي نحفظ فيهم كلهم المانديبولار نيرف لحد ما ناخد الديتيلز بتاعت المانديبولار نيرف السنه الجايه ان شاء الله. يبقى الانرفيشن كلهم نفس الكلمه مانديبولار نيرف، اللي هو برانش من التراجمينال نيرف اللي هو العصب الخامس. العصب الخامس ده بيدي سنسيشن للفيس وبيسبلاي موتور للماسلز اوف ماستيكيشن. طيب تاني واحده اللي هي التيمبوراليس، الاوريجن بتاعتها من التيمبورال فوسه والفاشيا اللي عليها، اوكي، والانسيرشن بتاعتها في الكرونايد بروسيس اوف ذا مندبل. طيب لو حطينا ايدينا على التيمبورال فوسه وايدينا على الكرونايد بروسيس، هنلاقي التيمبورال فوسه اباف او في ليفل اعلى من الكرونايد بروسيس، فتقوم لما تشد يبقى تعمل اليفيشن اوف ذا مندبل او كلوجر اوف ذا ماوس زي ما قلنا، بتعمل اليفيشن. طيب دي بقى المصل الوحيده اللي الاوريجن بتاعتها بوستيريور تو ذا انسيرشن. الكرونايد دي الحته اللي قدام من المندبل، كرونايد بروسيس دي قدام، اوكي، والتمبرال فصه دي البوستيريور فايبرز بتاعتها ورا بيهايند، فدي الوحيده اللي الاوريجن بتاعتها بيهايند ذا انسيرشن. عشان كده لما تيجي تشد المندبل بتشده على ورا، بتعمل حاجه اسمها ريتراكشن، يعني بتشد لورا، ريتراكشن اوف ذا مندبل، ودي الوحيده اللي بتعمل ريتراكشن للمندبل. يبقى التيمبوراليس از اونلي مسلز ذات كوز ريتراكشن، والباقيين كلهم بيعملوا بروتراكشن. طيب اللاترال تيروجويد فيها تو هيدز، اوكي، الابر هيد واخده من الانفرا تيمبرال سيرفيس بتاع الجريتر وينج اوف سفينويد، واللور هيد واخده من اللاترال سيرفيس اوف ذا لاترال تيروجويد بليت. الاثنين دول او الحتتين دول موجودين في البيز اوف ذا سكال تبع السفينويد بون. اللاترال تريجويد بتعمل انسيرشن فين؟ في الكبسول اوف ذا تيمبرو مانديبولار جوينت، ودي حته مهمه جدا ان هي المصل الوحيده اللي بتخش انسايد ذا كافيتي وتعمل انسيرشن في الديسك والكبسول بتاع التيمبرو مانديبولار جوينت. عشان كده لو حصل انفلاميشن في التيمبرو مانديبولار جوينت، التندون اللي هيتاثر هو التندون بتاع اللاترال تريجويد مصل. كمان عامله انسيرشن في التريجويد فوفيا، والتريجويد فوفيا دي موجوده بيلو ذا هيد او بيلو ذا كوندايلر بروسيس اوف ذا مندبل. دي كورونايد ودي كوندايلر، كورونايد ودي كوندايلر بروسيس اللي هي اللاترال تيروجايد. طيب الاكشن بتاعتها احنا قلنا هي واخده، دي المصل الوحيده اللي واخده انسيرشن او الانسيرشن بتاعتها اباف ذا اورجن، لان هي واخده اورجن من تحت من عند اللاترال تيروجايد بليت وطالعه على فوق وعامله انسيرشن في الايه، في التيروجايد فوفيا، فدي الوحيده اللي بتعمل ديبريشن. يبقى دي الوحيده اللي بتعمل ديبريشن، وكمان بتعمل بروتراكشن اوف ذا مندبل وبوشنج ذا مندبل تو ذا اوبزيت سايد او سايد تو سايد موفمنت.
الميديال تيروجايد بتاخد من الماكسيلاري تيوبيروزيتي ده السوبرفيشال هيد، والديب هيد بتاخد من اللاترال تيروجايد بليت بس المره دي ميديال سيرفيس. الانسرشن بتاعتها فين؟ في الانجل اوف ذا ماندبل في الانر سيرفيس. الاكشن هي واخده اوريجين من فوق وعامله انسرشن تحت فبتعمل اليفيشن للماندبل، والانسرشن بتاعتها بتبقى انتيريور للاوريجين عشان كده بتعمل بروتراكشن او كمان بوشنج ذا ماندبل تو ذا اوبوزيت سايد. اللي عاوز يحفظ على طول كل المسلز اوف ماستيكيشن كوز اليفيشن، وقلنا ليه اليفيشن ان هم كلهم الاوريجين بتاعتهم اعلى من الانسرشن، اوكي اكسبت مين الوحيده اللي واخده انسرشن من تحت اللي هي اللاترال تيروجويد، دي الوحيده اللي الانسرشن بتاعتها اقل او الانسرشن بتاعتها فوق او في ليفل اعلى من الاوريجين بتاعتها، عشان كده كوز ديبريشن اوف ذا ماندبل اللي احنا بنسميها اوبننج اوف ذا ماوس. يبقى كلهم بيعملوا كلوجر للماوس اكسبت اللاترال تيروجويد اللي عايز يحفظ. الحاجة الثانية all the muscles of mastication cause protraction يعني بيشد المندب على قدام، ما عدا التمبوراليس الوحيدة اللي بتشد المندب على ورا بتعمل retraction of the mandible. كمان all the muscles of mastication supplied by the anterior division of the trigeminal nerve except the medial pterygoid. مش هم بتعرف المعلومة دي، هنحفظ وخلاص كلمة mandibular nerve وخلاص. نبتدي بقى بالاسئله معانا كده من اللي احنا قلناه. اول سؤال معانا inability to retract the mandible، يعني مش عارف اعمل retraction، يعني مين المصل اللي بتعمل retraction indicate dysfunction of which of the following muscles. مش عارف اعمل retraction يعني مين المصل اللي بتعمل retraction وحصل لها dysfunction. طيب ممكن يجي السؤال في صوره ثانيه the prominent muscle most associated with retraction of the mandible، يعني مين اكتر مصل بتعمل retraction للماندبل. احنا قلنا ان كل المسلز اوف ماستيكيشن كوز بروتراكشن ما عدا الوحيده البوستيرو فايبرز بتاعت التمبوراليس، دي الوحيده اللي واخده الاورجن من الباك وعامله انسيرشن في الفرونت هنا في الكرونايد بروسيس اوف ذا ماندبل، عشان كده هي الوحيده اللي بتعمل ريتراكشن اوف ذا ماندبل. يبقى الاجابه هنا هتبقى مين؟ التمبوراليس او البوستيرو فايبر اوف ذا تمبوراليس. يبقى الاجابه الصح المسلز اللي بتعمل ريتراكشن هي التمبوراليس مسل. سؤال تاني the muscle involved in elevation and side to side movement. side to side movement دي الفانكشن بتاعت الترجويد muscle، يبقى تبقى الاجابه واحده من الميديال ترجويد او اللاترال ترجويد. طيب انا عندي الميديال واللاترال ترجويد، ازاي افرق بينهم؟ مين اللي بيعمل elevation؟ احنا قلنا اللي بيعمل elevation ده بيعمل closure of the mouth وهي الميديال ترجويد، انما اللاترال ترجويد دي بتعمل depression of the mouth. يبقى الاجابه هنا هتبقى الميديال ترجويد. الإجابة الصح هي الميديال تريجويد لأن هي اللي بتعمل إليفيشن زيها زي بقية المسلز أوف ماستيكيشن. inability to protrude the mandible indicate dysfunction of which muscle، يعني مين المسلز الوحيدة اللي بتعمل بروتروجن للماندبل. الاثنين مسلز الأولانيين دول ما هماش مسلز أوف ماستيكيشن، أوكي؟ الاثنين اللي معانا مسلز أوف ماستيكيشن هما اللاترال تريجويد والتمبوراليس. واحنا قلنا ان كل المسلز بتعمل بروتروجن اكسبت التمبوراليس هي الوحيده اللي بتعمل ريتراكشن او بتشد المندبل على ورا، يبقى التمبوراليس دي غلط. يبقى لو جاتنا اللاترال تيروجويد او الماسيتر او الميديال تيروجويد هيبقى كلهم صح، هنا هنختار اللاترال تيروجويد. طيب ذا مسل انفولفد ان ديبريشن اوف ذا ماندبل، وقلنا كلمة depression للماندبل معناها opening of the mouth، يعني ممكن يجي لنا depression of the mandible أو نشيل depression of the mandible ونقول opening of the mouth. إحنا قلنا إن كل المسلز of mastication الأورجن بتاعتها أعلى من الانسيرشن، عشان كده كلهم بيعملوا elevation of the mandible، except مين؟ except اللاترال تيروجويد. دي كده اللاترال تيروجويد الفايبرز بتاعتها أهي directed upward زي إحنا شايفين، عشان كده بتشد المندبل على فين؟ بتشد المندبل على تحت، عشان كده بتعمل depression أو opening of the mouth. كمان دي المصل الوحيدة اللي انسيرتد في الكبسول والديسك بتاع ال تي ام جي او التيمبرو مانديبولار جوينت. يبقى الاجابة هنا هتبقى مين اللي بيعمل اوبننج؟ هي اللاترال تيروجويد. الاجابة الصح لاترال تيروجويد مصل. regarding the lateral pterygoid muscle mark the correct statement. هنا هيتكلم على الاوريجين مع الاكشن. اللاترال تيروجويد هنا عندنا في الاجيتول الكرونايد وهنا في كوندايلر، نختار مين؟ كرونايد ولا كوندايلر؟ يس نختار كوندايلر، لان الكرونايد بروسيس دي ده الانسرشن بتاع التمبوراليس، يبقى الجملتين اللي فيهم كرونايد بروسيس دول غلط، يبقى هي بتعمل اتاج للكوندايلر بروسيس. طيب بتعمل اليفيشن للماندبل ولا بتعمل بروتروجن للماندبل؟ احنا قلنا اللاترال تيروجويد دي الوحيده اللي بتعمل ديبريشن، يبقى اليفيشن دي غلط، فهي بتعمل بروتروجن اوف ذا ماندبل زي بقيه المسلز اوف ماستيكيشن. يبقى الاجابه الصح اتاج للكوندايلر بروسيس اند بروتروج ذا ماندبل، بتشد الماندبل على قدام.
بقى دي الإجابة الصح. It is attached to the condylar process and protrude the mandible. السؤال اللي بعد كده regarding the temporalis muscle، نفس السؤال بالظبط بنفس الاختيارات بس المرة دي على التمبوراليس. فالتمبوراليس اتاج للكوندايلر ولا للكرونويد؟ يس للكرونويد، يبقى الاثنين الكوندايلر دولت غلط. طيب الكرونويد بروسس بتعمل بريتروجن اوف ذا ماندبل، يعني بتشد الماندبل على قدام. لا غلط، ده التمبوراليس الوحيدة اللي بتعمل ريتراكشن للماندبل، يبقى الجملة دي غلط. طب بتعمل اليفيشن للماندبل؟ اه زيها زي بقية المسلز بيعملوا اليفيشن اكسبت اللاترال تيجويد. يبقى الإجابة الصح كرونويد بروسس اند اليفيت ذا ماندبل. يبقى التمبوراليس اتاج تو ذا كرونويد بروسس اند اليفيت ذا ماندبل. السؤال اللي بعد كده ذا ميديال تيروجويد ماسل اتاجد تو، الميديال تيروجويد شبكه فين؟ شبكه في الميديال سيرفيس اوف ذا ميديال تيروجويد بليت. لا احنا قلنا احنا ما عندناش حاجه خالص اسمها ميديال تيروجويد بليت، احنا كل كلامنا على اللاترال تيروجويد بليت. فالجمله اللي فيها ميديال تيروجويد بليت دي غلط ودي كمان غلط. طيب اتاجد للميديال سيرفيس اوف ذا لاترال تيروجويد بليت، احنا قلنا اه الميديال تيروجويد اتاجد للميديال سيرفيس واللاترال تيروجويد اتاجد لللاترال سيرفيس. يبقى الاجابه الصح الميديال سيرفيس اوف ذا لاترال تيروجويد بليت. طيب اتاج للانفرا تمبرال سيرفيس اوف ذا جريتر وينج اوف سفينويد، لا ده دي اللاترال تيروجويد. الاجابه الصح سي ميديال سيرفيس اوف ذا لاترال تيروجويد بليت. طيب نشوف الكيس دي كده. A 59 years old man is admitted to the emergency department with acute pain on his mandible. شخص عنده 59 سنه دخل الطوارئ بوجع او بالم في المندبل بتاعته. عمل MRI and MRI examination reveals an acute inflammation of the TMG due to arthritis. دخل عمل أشعة MRI لقى عنده التهاب شديد أو التهاب حاد في التمبرومانديبولار جوينت أو الجوينت بتاع المانديبول عشان عنده التهاب في المفاصل. Which of the following muscles most likely to be affected by inflammatory process of the TMG؟ أنهي واحدة من دول هي اللي هيحصل لها inflammation مع ال TMG؟ قلنا المسلز الوحيدة اللي عاملة insertion inside the disc and the capsule of the temporomandibular joint هي مين؟ يس هي lateral pterygoid. الإجابة الصح هنا lateral pterygoid. lateral pterygoid هي الإجابة الصح. شوف الكيس التانية دي. A 27 years old man is admitted to the hospital after a midweight boxing match. واحد عنده 27 سنة وكان بيلعب boxing match ودخل المستشفى. During physical examination the strength and symmetry of strength in opening the jaw are tested. يعني دخل يفتح الماوس against pressure كده فالناحيتين الناحية اليمين والناحية الشمال بيشوف السيمتري يعني زي بعض ولا لا. Which of the following muscles is most important in the jaw protrusion and depression of the mandible؟ يعني مين المسل اللي بتعمل depression يعني بتفتح الماوس وفي نفس الوقت بتعمل protrusion للمندبل؟ احنا قلنا كل المسلز cause elevation except lateral pterygoid هي الوحيده اللي بتعمل depression. يبقى اللي هتعمل depression and protrusion هي lateral pterygoid muscle. الاجابه الصح lateral pterygoid muscle. الاجابه الصح هنا lateral pterygoid muscle. نشوف السليفري جلانس، نتكلم عن الام سي كيوز الخاصه بالسليفري جلانس. زمروت الدكت اوبنز دي المفروض تكون محفوظه على طول من غير ما ابص على الاختيارات. الاوبننج اوف اي دكت من السليفري جلاند دكت. زمروت الدكت اوبن ان ذا فيستيبيول اوف ذا ماوس اوبوزيت ذا ابر سكند مولر تيث. فهنا الاختيارات ادجسنت تو ذا كراون اوف ذا سكند ابر مولر تيث، دي كده صح. Into the summit of the sublingual papilla، لا ده دي submandibular مش البروتيد. Into the oral cavity proper، هي ما بتفتحش في البروبر بتفتح في الفيستيبيول اوف ذا ماوس، في الفيستيبيول اوف ذا ماوس. طب into the vestibule of the mouse بس opposite the canine، لا opposite the second upper molar teeth. الاجابه الصح adjacent to the crown of the second upper molar tooth. دي كده الاوبننج اوف ذا باروتيد دكت. السبمانديبولار دكت اوبنز فين؟ نفس الاختيارات السابقه واحنا قلنا بتفتح في الصامت اوف ذا سبلينجوال بابيلا، يبقى هنختار انتو ذا صامت اوف ذا سبلينجوال بابيلا، دي الاجابه الصح. انتو ذا صامت اوف ذا سبلينجوال بابيلا دي الاوبننج اوف سبمانديبولار دكت. طيب ريجاردنج ذا اوبننج اوف ذا سليفري جلاند مارك ذا كوريكت ستيتمنت، اختار واحده صح من الاختيارات دي. ذا سبلينجوال دكت اوبنز ادجسنت تو ذا سب ذا سكند ابر مولر توث، لا ده دي بارودت مش السبلينجوال. ذا سبمانديبولار دكت اوبنز انتو ذا صامت اوف ذا سبلينجوال بابيلا، اه صح يبقى رقم بي دي كده صح. ذا باروتيد دكت اوبنز انتو ذا اورال كافيتي بروبر، لا دي بتفتح في الفيستيبيول اوف ذا ماوس.
sublingual duct open into the vestibule of the mouth. لا دي بتفتح في الاورال كافيتي بروبر. الاجابه الصح الوحيده هي رقم B, submandibular duct opens into the summit of the sublingual papilla. هي دي الاجابه الصح اللي احنا اخترناها. Regarding the parotid gland, mark the wrong statement. انهي واحده في دول اجابه خطا عن البروتيد؟ It is a serous gland. لا البروتيد فعلا serous gland فدي اجابه صح. It is in direct contact with the internal carotid artery. احنا ما جبناش سيرته خالص الانترنال كاروتيد ارتري فدي اجابه خطا. طيب possess a deep loop in contact with the external acoustic meatus. ايوه هي موجوده اصلا في الـ في الـ في الترنش او في الخندق اللي هو متحوط اباف بالاكسترنال اوريتري ميتس فدي اجابه صح. Envelop the branches of the facial nerve. فعلا الفيشال نيرف بيمشي جوه الجلاند وبيديفايد انتو ات انتو 5 برانشز فدي اجابه صح. Lies within the deep cervical fascia. احنا قلنا ان submandibular والباروتيد متحوطين بلاير من الديب سيرفايكال فاشيا اللي بيسميها الكبسول اوف ذا جلاند فدي برضو اجابه صح. الاجابه الخطا هي دي in direct contact with the internal carotid artery. يبقى الرونج ستيتمنت it is in direct contact with the internal carotid artery. Regarding the opening of the salivary gland, mark the correct statement regarding the sublingual papilla. نشوف انهي جملة صح تخص السبلينجوال بابيلا. أول حاجة it is a fold attached to the under surface of the tongue. ده كده ال under surface of the tongue أهو وده الفولد اللي attached ليه. هنا باين أكتر الفولد ده بنسميه frenulum, frenulum of the tongue مش السبلينجوال بابيلا. يبقى كده الجملة دي غلط. تاني حاجة it marks the opening of the submandibular duct. لو فاكرين احنا عدنا السؤال ده اكتر من مرة وقلنا ان submandibular duct open in the summit of the sublingual papilla. يبقى دي كده ال opening اهي بتاعت submandibular duct دي sublingual papilla او sublingual carunculum وبتفتح فيها ال opening of the submandibular duct. نفس الكلام هنا دي على one side the other side دي sublingual carunculum او اسمها التاني sublingual papilla وهي فعلا بتمارك the opening of the submandibular duct. دي كده اجابة صح. It lies in the vestibule of the mouth. لا ده كده ال vestibule of the mouth بتفتح فيه الباروتيد انما احنا هنا جوه الماوس كافيتي بروبر بتفتح فيه السبمانديبولار جلاند يبقى الجمله دي غلط. اللي بعديها the numerous small ducts of the sublingual gland open into it. لا ال small ducts بتاعت السبلينجوال جلاند ترفع فولد من الميكوزا بيعمل حاجه اسمها سبلينجوال فولد فولد مش بابيلا يبقى الجمله دي غلط. يبقى الاجابه الصح it marks the opening of the submandibular duct. الإجابة الصح it marks the opening of the submandibular duct. السؤال اللي بعد كده the lingual nerve loops under نقط. لو بصينا هنا دي كده submandibular gland ودي sublingual gland ده كده lingual nerve loops under the duct of the submandibular gland. loops under أو نفس الجملة بالظبط superficial لناحية الفلور of the mouth superficial ولناحية الميوكس fold ده بيبقى deep يعني الضغط دي deep to the nerve. النيرف هو اللي superficial او under it الاثنين صح فيبقى الاجابه الصح هنا submandibular duct. يبقى الاجابه الصح اللينجوال نيرف ليه علاقه بالsubmandibular duct. نفس السؤال اللي فات بس هنجيبه في صوره كيس. A 35 years old man is admitted to the hospital with severe pain in the area of the right of his right submandibular gland. شخص عنده 35 سنه دخل المستشفى بين في الاريا بتاعت submandibular gland. Radiographic examination reveals a tumor. كان في عنده ورم في الجلان. An incision is made and the submandibular gland and its ducts is removed. شال submandibular gland والدكت بتاعتها. Which of the following nerves is most commonly injured in this type of procedures? هو بيعمل العملية دي أو بيشيل الدكت والجلاند. أنه نيرف عرضة إنه يحصل له injury. احنا قلنا إن submandibular duct بتكون موجودة deep to the lingual nerve. يبقى أكتر واحد من دول ممكن يحصل له injury وإحنا بنشيل الضغط هو اللينجوال نيرف. نفس فكرة السؤال اللي فات بس in the form of case. يبقى الإجابة هنا اللينجوال نيرف. يبقى الإجابة الصح اللينجوال نيرف. A 55 years old woman has undergone facial surgery for the excision of the malignant parotid tumor. في ميل هتشيل الباروتيد جلاند أو التيومر في الباروتيد جلاند. A week postoperatively, marked weakness is seen in the musculature of the patient's lower lip. بعد أسبوع من الجراحة، المسكليتش بتاعت اللور ليب حصل لها مشكلة أو بقى عندها مشكلة. نخلي بس بالنا من حاجة مهمة قوي إن الباروتيد جلاند جواها الفيشيال نيرف. جواها الفيشيال نيرف. والفيشيال نيرف ده هو العصب السابع اللي هو موتور أو بيحرك كل عضلات الفيشيال إكسبريشنز أو عضلات الوجه. تمام؟
جوه الجلاند بتقسم الفيشال نيرف انتو 5 تيرمينال برانشز، خمس برانشز طالعين زي الصوابع كده من الجلاند. ده اول برانش منهم تمبرال برانش ده طالع لفوق، بعد كده زيجوماتيك برانش، بعد كده عندنا باكال برانش، بعد كده عندنا مانديبولار، واخر حاجه سيرفايكال. الجزء بتاع اللور جو، اللور ليب واللور جو سبلايد بالمانديبولار برانش اوف ذا فيشال نيرف. فلما تيجي البيشنت تشتكي ان هي عندها مشكله في الماسكليتشر اوف ذا لور ليب او اللور جو عموما، يبقى دي كده مشكلتها في المانديبولار برانش اوف ذا فيشال نيرف. شوف السؤال بقى، which of the following nerves was most likely injured during the parotidectomy؟ انهي نيرف هيحصل له مشكله واحنا بنشيل الباروتيد؟ هيبقى احنا قلنا المانديبولار برانش، يبقى هو المارجنال مانديبولار برانش اوف ذا فيشال، اه ده اللي هيحصل له مشكله عشان هي حصل لها افكشن للماسكليتشر بتاعه اللور ليب. الزيجوماتيك برانش ده طالع على فوق، والباكال برانش اوف ذا فيشال، الباكال برانش ده عند الابر ليب، والباكال نيرف ده برانش تاني خالص من المانديبولار. يبقى الاجابه الصح هي المارجنال مانديبولار برانش اوف ذا فيشال نيرف. الاجابه الصح هو المانديبولار برانش اوف ذا فيشال. طيب نشوف كيس تانية. A 32 years old female patient asks what it is soft, thin, rigid of the tissue that can she felt running forward across the masseter muscle towards her upper lip. female حطت ايديها وبتسأل ايه هي السوفت، السوفت زي دي كده soft rigid tube، تمام، بتحسها على المسيتر muscle دي كده المسيتر muscle. Okay. كان في running forward ماشيه لقدام كده along the masseter muscle towards her upper lip. دي مين؟ دي الباروتيد دكت، دي الباروتيد دكت، الباروتيد دكت. طيب you reassure her that is perfectly normal، دي ما فيهاش اي مشكله، الباروتيد دكت ده المكان بتاعها. which of the following is most likely structure she is feeling، ايه اللي هي بتحسه على المسيتر هتحس الباروتيد دكت؟ فالاجابه الصح هتبقى الباروتيد دكت. الفيشال ارتري مش هنا خالص، بنحسه عند الانجل اوف ذا ماندبل، والماكسيلاري ارتري بنحسه هو بيخش انسايد ذا جلاند مش بنحسه اصلا علينا. الباروتيد دكت هي الاجابه الصح، الاجابه الصح هي الباروتيد دكت. Regarding the structures within the parotid gland, which one of the following is the most superficial structure؟ لو ان احنا عندنا جوه البروتيد جلاند 3 structures، الاكسترنال كاروتيد ارتري وده الديبست وان، والريترومانديبولار فين وده موجود في الميدل، والفيشال نيرف او الاكسترا كرينال بارت اوف ذا فيشال نيرف ده الموست سوبرفيشال. ممكن يجي لنا السؤال بالشكل ده، الموست سوبرفيشال structure نختار مين؟ يس نختار الاكسترا كرينال بارت اوف ذا فيشال نيرف. يبقى الإجابة الصح الموست سوبرفيشال ستراكشر هو الاكسترا كرينيال بارت اوف ذا فيشال نيرف. نفس السؤال بالظبط ممكن يجي لنا بس يبقى الديبست ستراكشر برضه. ريجاردنج ذا ستراكشرز ويزن ذا باروتيد جلاند ويتش وان اوف ذا فولوينج از ذا ديبست ستراكشر، مين اكتر واحد ديب؟ احنا لسه قايلين من شويه الاكسترنال كاروتيد ارتر هو الديبست ستراكشر ويزن ذا جلاند. يبقى الإجابة الصح هي ايه؟ يس الاكسترنال كاروتيد ارتر. دي الريفرنس بتاعتنا، شكرا جزيلا.